السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الثاني من موضوعنا الشارع التعليمي الخاص بالعلوم التجريبية، اللي هو الشارع التعليمي في عصر الانحطاط والضعف. طبعا كما قلت لكم الفيديو اللي فات هو الجزء الأول من هذا الدرس، أحكينا فيه عن تعريف الشعر التعليمي، رواده، الخصائص تاعو، وش من العصر اللي ينتمي فيه هذا الشعر التعليمي. قلت لكم بلي في الفيديو الثاني راح ننزله لكم نفس اليوم بعد، قلت لكم نهضر لكم على الشعر التعليمي ونهضر لكم الافكار كيف يجي في النص والقصيده تاعو كيف راح تكون وش راح يكون موظف في القصيده، باش تعرفوا نتوما اكيد كي تقراوا القصيده تستوعبوا بلي وتفهموا كيف الطريقه تاع الاجابه، وكذلك يعني تشوفوا كيف شكل قصيدة الشعر التعليمي في عصر الضعف. طبعا نذكركم دائما وابدا انه كما قلت لكم الشعر التعليمي هو يعلم الناس اكيد النصائح والارشادات في الاخلاق والقيم والمبادئ، وهو يعلم الناس امور الدين والدنيا، يعني يوجههم ويصلحهم. طبعا احنا اكيد سواء الشعر التعليمي او شعر المدائح او شعر الزهد، هذه كلها لاصلاح المجتمع، والهدف تاعها تصلح الناس ويعني توجههم الطريق المستقيم والاخلاق المعتدله والاخلاق الحميده. من افكار الشعر التعليمي كما قلت لكم توجيهات ونصائح، وصف قدرات الله بالحجة، يعني يعطي حجج، قال الله تعالى، يعطي اقتباسات سواء بالحديث او بالايات القرآنية. العواطف تاعو تاع هذا الشعر طبعا هو خالي من العواطف اللي تخص مثلا بالقلب والمشاعر، هو يعتمد على العقل، هو بالعقل والتفكير، خالي من العواطف، يعني هو ينصحك ويعلمك بالعقل، بالاعتماد على العقل. كما قلت لكم النمط تاعو تاع هذا الشعر التعليمي راح يكون امري، يعني يعطيك في القصيده اوامر ونصائح على شكل الامر، يعني يامرك بالحاجه هذيك باه ديرها، اللي هي اكيد الاستقامه ويعني التحلي بالاخلاق والمبادئ والبعد عن الانحرافات، لانه هذا الشعر التعليمي ما يعلمناش اللغه العربيه وانما يعلمنا الاخلاق والمبادئ والقيم. طبعا في الألماط تاعو عنده يعني نمطين، هو أمري ووصفي. الأمر يعطينا كما قلت لكم أوامر ونصائح، والوصفي يعطينا وصف قدرات الله تعالى، يعني ربي وش قادر يدير، كيف قادر يؤجر يعني اللي يعملوا صالح، كيف قادر يسلط العذاب على اللي يعملوا الأعمال غير صالحة. ويكون كذلك في القصيدة كما قلت لكم نمطين اللي هما أمري، والنمط الثاني اللي هو وصفي. الأمر يأمرك وينصحك، والوصفي يعني يوصف لقدرة الله تعالى ومشيئته سبحانه عز وجل. والنمط اللي يكون الخادم، يعني في القصيدة عندك نمط أمري ووصفي يخدم معهم أمر ثاني، يعني يا إما أمري حجاجي أو وصفي حجاجي، دائما يخدمهم الحجاجي. الحجاجي هو اللي يعطينا الحجج، يا إما من حديث، يا إما من آيات قرآنية، يا إما من شعراء، أقوى الشعراء، أقوى الحكماء اللي هما رواد الشعر التعليمي، هضرت لكم عليهم في الفيديو اللي فات، روحوا شوفوه. نزعات إصلاحية دينية، لأنه هذا الشعر أكيد يهدف للصلح ويتحت أكيد على الدين والأخلاق الحميدة. الهدف منه اكيد نرجع ونقول لكم ارجاع الناس الى امورهم وامور دينهم، وهو شعر تذكيري باسلوب مباشر، يعني ديريكت تدخل لك في الموضوع. الشعر التعليمي هو اسلوب مباشر، يعني كي تقرا انت القصيده تاعو تلقاه طول، يعني تفهمها بديهيه، يعطيك يعني نصائح بديهية جيلك تفهم، مش يعني تعبير مجازي حسوا انت تفكر، يعني طول يضلك هذيك الكلمة معينة، ولا مثلا يعطيك مثل معين ولا حجة معينة، يعني مثلا يحكي لك عن الموت، الموت كله على بنا بلي كاين الموت، هذه حاجة بديهية، حوايج بديهية. ودوك اكيد راح نوري لكم القصيدة وحتفهموها اكثر.
وكذلك النصح والإرشاد. دوكا أعزائي المشاهدين، هنضر لكم واحد القصيدة نوريها لكم، وراح نقراوها ونتمعنوها بشوي بشوي ونفهموا طريقة الشعر التعليمي وكيفية فهم القصيدة والحوايج اللي هضرناهم كامل والخصائص تاعو اللي يجيو فيه، راح نشوفهم في القصيدة راح نوريها لكم دوك. إذا كما قلت لكم جبت لكم هذه القصيدة من مهدرك مليح. القصيدة هذه هي تحدث عن الشعر التعليمي كيف راح يكون في القصائد، الشكل تاعو نفهموها اكثر. اول حاجة نقراو الشعر وحده بوحده راح نفهموه. بسم الله الرحمن الرحيم نبداو. اعتزل ذكر الاغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، واتق الله فتقوى الله، ما جاورت قلب امرئ الا وصل. هنايا واش نفهموا اعزائي المشاهدين؟ هنايا قال لك اعتزل ذكر الاغاني واتق الله وقل الفصل وجانب من هزل. هنايا جايها لك يعني ديريكت، يعني اسلوب مباشر. اعتزل ذكر الاغاني والغزل يعني بعد عليهم، اتق الله فتقوى الله، ما جاورت قلب امرئ الا وصل، يعني اتق الله واي قلب اتق الله او راح يوصل. هنايا الشاعر ابن الوردي كما تشوفوا في اخر قصيده، ابن الوردي الشاعر اللي هو من رواد الشعر التعليمي، هضرت لكم عليها في الفيديو اللي فات، روحوا اكيد راح تشوفوا الفيديو اللي فات تفهموا اكثر. اوكي تسمى قال لنا يعني لازم تتقوا الله، لانه ما كاينش قلب اتقى الله الا ويوصل. هنا الشاعر قاعد يأمرنا اكيد عن طريق استخدامه لأفعال الأمر، يعني في الشعر التعليمي أفعال الأمر اللي هي أكيد النصائح والإرشادات. الشاعر كيبدأ ينصحنا ويوجهنا أكيد للإصلاح. كما قلت لكم في الشعر التعليمي راح يعتمد على أكيد على أفعال الأمر اللي هي اعتزل، قل، اتقي. بعد نشوف البيت الثالث بدأ يعطينا الحجج. وش قال لنا؟ كتب الموت على الخلق فكم فلي من جيش وأفنى من دول. يعني هنا قاعد يقول لنا باللي الموت يعني الموت أو كتب على الخلق كامل، يعني فلي من جيش وأفنى من دول. كم من دول يعني ماتت، وكم من دول تهدمت، وكم من دول يعني الموت حاجة بديهية. هنا يا معطاناش يعني حاجة تعبير مجازي ولا يعني أسلوب مباشر، حتى الحجة تاعو كانت بديهية، حجة بديهية واضحة ومتسمى بالمسلمات. ثم في البيت الرابع عطانا على شكل سؤال، أين النمرود وكنعان، ومن ملك الأرض وولى وعزل. تسمى هنا يسألنا قلنا أين النمرود وكنعان. هنا يا أكيد إحنا نمرود وكنعان كانوا من الأقوياء، يعني ها وجا الموت اكيد، يعني وشغل الموت عنده القدرة باه يدمر. نمرود وكنعان زعما اللي كانت عندهم القوة، اينما انسدوا وشدوا وبنوا، هلك الكل ولم تغني القلل. ثم في البيت السادس، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. هنا يعطيك على قدرة الله، وهنا حجة في البيت السادس، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أي بني اسمع وصايا جمعت، كما خصت بها خير الملل. علم الله أكيد. هنا قالك اسمع الوصايا هذه اللي جمعت فيها الحوايج هذه، والوصايا اللي هي في الأبيات أكيد 8 9 10 11. نبدأ بأول وصية طلبها منك، وقعد يوصي فينا ويرشد فينا وينصح فينا. شوف على ما اعتمد، على النصح والإرشاد، على أفعال الأمر، الحجة على الله تعالى، قدرة الله تعالى، وبأسلوب مباشر وحجة بديهية واضحة ووضوحا تاما، يعني ما تحتاج التفكير ولا تعتبد انت اكيد يعني تخمم فيها، حوايج بديهية. قال لك اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل. هنا اكيد نصحنا وقالنا طلبوا العلم وبعدوا على الكسل، ولازم اكيد يكونوا طلبوا العلم. اول يعني اول نصيحه بدا بها هي طلب العلم. ثم اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفع، يعني الدنيا دواره طبيعتها تخفض العالي
وتعليما سفه يعني العالي تخفضه، والسافل تعليه الدنيا دوارة بطبيعتها. كذلك واش قال لنا؟ عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. هنا يشبه عيشة الراغب في تحصيلها، هذاك اللي يجري يعني وراء الدنيا، عيشة الراغب في تحصيلها، اللي يجري وراء الدنيا ويجري ويجري ويجري، شبه بعيشة الجاهل أو أقل من الجاهل، يعني هذاك هو الجاهل، ولا خلينا نقولوا أقل من الجاهل. فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. يعني الانسان الحيلي صح ما يتبعش بالحيله، تكون نواياه صافيه، يمشي بالنيه ويطيش الحيله. شينا واش نصحنا في البيت 11؟ فاترك الحيله فيها واتكل، انما الحيله في ترك الحيل. يعني الانسان يمشي بالنيه، قيمه الانسان ما يحسنها كترى الانسانيه منه ام اقل. يعني لازم الانسان يحسن في تطبيق هذه النصائح اللي هدرناها لكم. اكيد كما حبيت نوري لكم طبعا هذا الشعر بالشرقيب، يعني نظرة على الشعر التعليمي، وان شاء الله اكيد حلو فقط سجيات عليه، وانا يعني عطيتكم نظرة عليه. اول حاجة كما شفتوا اكيد يعني الشعر عبارة عن افعال الامر، عن نصائح وارشادات لنتقي والله تعالى. كذلك يعني هضر لكم على الموت، اعطى لكم حجج عن الله تعالى باللي الموت كتب على كامل الخلق، قادر الموت هذا يعني كم افنى من دول يعني، وانو من نمرود كان عالي كانوا اقوياء وشادوا وسادوا وبنوا. كذلك أعطانا بعض النصائح والإرشادات التي تبعها الإنسان في حياته اليومية، ويعني نصحنا وأعطانا كذلك يعني مبادئ أخلاقية نعتمد عليها عن طريق الحجج، وأعطانا على شكل أسلوب مباشر كما شفتي. وأكيد الشاعر اللي هو من رواد الشعر التعليمي هو ابن الوردي، يعني أول حاجة نتوما يعني لازم تطلعوا كذلك كتشوفوا القصيدة، تطلعوا كذلك كتشوفوا القصيدة، تطلعوا على الشاعر تقرأوا اسم الشاعر باش تفهموا أكثر يعني. وهذه أكيد نظرة عن الشعر التعليمي، نتمنى تكون أكيد وصلتكم الفكرة. الشعر التعليمي هو شعر بزاف يعني تخي فاصيل يعني، نتمنى تكونوا فهمتيو. وهذا كما قلت لكم الاسئله راح تعطيكم يعني عن الارشادات، يعني البناء الفكري يكون على شكل يقول لك ما هي التوجيهات والنصائح والارشادات، يعني ويعطيك اكيد يعني يقول لك النزعات تاعو النمط تاعو. وانا اكيد هضرت لكم قلت لكم الشيء يعني تعريف رواد والخصائص تاعو نزعات والنمط تاعو الهدف تاعو الافكار اللي يجيو فيه. عاودوا اكيد يعني تبعوا الفيديوهات مره زوج ثلاثه ان شاء الله راح تفهموا، ونتمنى التوفيق للجميع. في الاخير ما ننساش نذكركم اعزائي المشاهدين ديروا لايك لهذا الفيديو، لايك كبير بزاف للفيديو تدعموني جزاكم الله، ونتمنى اكيد يعني تكومونتيو لي على هذا الفيديو وتبارطاجيوه لكامل اصدقائكم وطلابي في البكالوريا، وكذلك تضغطوا لي على زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد انا نزله لكم، وأكيد تشاركوا في القناة على ضغط على زر أبوني، وفي الانستغرام تاعي كذلك ديروا لي أبوني فيها حطه لكم في أسفل الفيديو. ونتمنى النجاح للجميع، وإلى اللقاء، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو القادم بأول درس في العلوم الفيزيائية، وسلام.